عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذنا الخامسة ابتدائي. اليوم جبت لكم نموذج في مادة اللغة الفرنسية للفصل الثاني للسنة الخامسة ابتدائي. هيا نبدأ مع بعض. Composition du deuxième trimestre. Le texte تاعنا وش يقول ولا النص تاعنا وش يقول؟ Histoire d'une fille. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une petite fille qui avait des cheveux violets. Tout le monde se moquait d'elle. Un jour, elle s'allonge au pied d'un arbre et se met à pleurer. Soudain, certaines de petites fleurs sortent de terre et parfume ses cheveux. Depuis ce jour, la fillette sent si bon que toutes les filles sont jalouses d'elle. Donc nous fermons où je m'en étais. Il y a bien longtemps, يعني في قديم الزمان ولا يعني في بعيد زمن بعيد. Dans un pays lointain, يعني في بلد بعيد. يعني في قديم الزمان في بلد بعيد كانت تعيش فيه فيفي اون بيتيت في كانت تعيش فيه فتاة صغيرة كي افي دي شوفو فيولي كان عندها شعر بنفسجي تو الموند سو موكي ديل يعني كل يعني كل واحد ماشي كل عالم يعني لي يشوفها اللي يسخر بها يسخروا بها معناتها يسخر عفوا يسخر منها معناتها Il traque aller, c'est ça. Un jour, elle s'allonge au pied d'un arbre et se met à pleurer. Un jour, Fiyom, elle s'allonge au pied. Et se met à pleurer. Soudain, certaines de petites fleurs, des centaines plutôt. يعني دي سونتان مئات دو بوتيت فلور مئات من الازهار الصغيره سورت دو تير يعني خرجت من خرجوا من الارض اي بارفيم سي شوفو بعد كلي عطروا شعرها دوبوي سو جور يعني من داك النهار لا فيات سون سي بون يعني ولات سونت معناتها رائحه تاع رائحه تاعها كي ولات تريح مليح تريح بيان كو توت لي في سون جالوز دال تريح رائحة جيدة رائحة شعرها كان ولا يريح رائحة مليحة بون كو توت سون سي بون كو توت لي في سون جالوز دال معناتها كانت عند شعرها كان يريح رائحة مليحة حتى البنات كانوا يغيروا منها نروحو دوكا لي كيستيون تاوعنا كومبريونسيون دو ليكري شوازي لا بون ريبونس سو تكست اي une recette, ce n'est pas une recette, c'est une recette, un conte, une annonce. Ce texte est had maswa, une recette, mata wasfa, wasfa, un conte, mata qissa ou hikaya, une annonce, mata i'lan, une annonce, mata i'lan. Hna douk hla hsa ma nchoufou, hadi hikaya fatat. Il y a bien longtemps, nous allons écouter directement. Elle était une fois, ou là, il y avait une fois, ou là, il y a bien longtemps, nous directement dire c'est un conte. Parce qu'elle est caille. Ce n'est pas un texte documentaire, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une recette, ce n'est pas une lettre, etc. Réponds par vrai ou faux. Yani, jawab bi sahih ou khata. صحيح خطأتم واش ديروا دائما دائما كي يعطوكم ريبون باغوف يعني في اغلبيه لا بلوبار دي سوجي يعني لا ماجوريتي دي سوجي مدوا لكم فري او فو صحيح او خطا نتوما صحيح او خطا واش هي الطريقه اللي تستعملوها روحوا شفتوا هذه راه فخازا ما نقولوا لا بيتيت في سالونج او بي دان اربر اي سو مي اغير نتوما واش ديروا روحوا في التكست تاعكم شوفوا هذيك الجمله كي تلقاوها وتلقاوها صحيحه كيما مكتوبه هنايا تما ديروها فغي كي تلقاو زعما او بيي د زعما نقولوا دون بيير
هذيك خطأ درنا غبر هاكا نتوما كي تشوفوها تشوفوا حاجة ناقصة منها معناتها حاجة زعما هنا سمي أغير واللي هي سمي أبلوغ هنا راهي تضحك واللي هي تبكي تسمى كي تشوفوا حاجة خطأ يعني رايحك اللي ماشي ماشي عليك اللي ماشي كيما خوتها ديروا ديريكتومون فو. عندنا la petite fille s'allonge au pied d'un arbre et se met à rire. La petite fille, elle va être sarira, qui m'a connu, s'allonge au pied d'un arbre et se met à rire. Là, je parle, non. Mais je vous mais donne la petite fille, elle, elle, la petite fille, s'allonge au pied d'un arbre et se met. Là, je vous dis, là. Et se met à rire. Là, je vous dis, là, à rire. Ou là, je vous à pleurer. Là, je vous dis, c'est faux, khat'a. نروحو هنايا قالوا لنا سالونج او بي دان اربعه مي شوفوا هنايا عطاونا ابلوري هنا هذه صحيحه حتى لهنا مي شوفوا هنايا عطاونا اغير تولي فو هنا تضحك وهنا تبكي ما هس واش نديروا من بعد ديروا سي فو معناتها خاطئه عفوا هذه فو اكس الافا نروحو لا دوزيام فراز واش قالوا لنا Toutes les filles sont jalouses d'elle. Tout le monde voit ce qu'elle voit dans le nas, voit ce qu'elle voit dans le nas. C'est le mot qui est comme ça. C'est ce qui est comme ça. Je vais vous dire une autre chose. Nous allons voir ce qu'on voit. Depuis ce jour, les filles sont aussi bonnes que toutes les filles sont jalouses d'elle. بنات كانوا يغيروا منها حنا دوكا واش قالوا لنا توت لي في سون جالوز دال دال معناتها تعود على لا بيتيت في كانوا يغيروا منها هي لا بيتيت في هنايا جالوز دال على لا بيتيت في ما لا كيف كيف هنا دوك تولي سي فري صحيحه كيما راكم تشوفوا هذو الاسئله كومبريونسيون دو ليكري توجور من النص عندكم الكون لا كونجوغيزون لورثوغراف هذوك يعني تكون عندكم معلومات قبليه مكتسباتكم القبليه يعني عندنا او فيفي لا بيتيت في يعني اين تعيش الفتاه الصغيره نروحوا نشوفوا في النص وين تعيش الفتاه الصغيره بصح اتونسيون نعطيكم اون بتيت رومارك نعطيكم ملاحظه زعما الفعل حنا نقولوا زعما لا بيتيت في لا بيتيت زعما حنا اكزومبل موا جو في دون اون ميزون انا اعيش موا يعني جو في un an زعما ولا نقولوا j'habite dans une maison هي واش قال لكم لو فيرب vivre moi ما نقولوش moi زعما à l'imparfait هي قالت لكم elle vivait حنا واش نقولوا je vivais dans une maison ou bien dans une ville dans la ville je vivais dans la ville انا اعيش في المدينه هادي انا اعيش في المدينه ولا جابيت حنا عندنا لو فيرب فيفر وابيتي سي لو فيرب سينونيم يعني عنده يتشابهم عندنا نفس المعنى فيفي حلو توك انتما واش تعطيكم ملاحظه الكلمه يعني الفعل تشوفوه يقدر يكون سوجي ولا زعما قالتكم وين تعيش دوك هذه الطفله حنا دوك السوجي تاعنا يقدر يكون مور يقدر يكون يعني قبل او بعد كيما حنايا دون ان بي لوانتان فيفي اون بيتيت في كي افي دي شوفو فيولي دون ان بي لوانتان في بلاد بعيده فيفي اون بيتيت في دوك حنايا حنا دوك هنايا وين تعيش طفله هذه الطفله تعيش دون ان بي لوانتان في بلاد بعيده بيتيت في حنا دوك انا ماما نقولوا ال فيفي دون ان بي لوانتان تعيش هي هذا دون ان بي لوانتان يجي مور الفعل يجي مور الفعل مي توما تلقاوه هنايا هذا قاعدك نورمال يجي ابخي لو فيرب يجي مور الفعل مي توما تقدروا تلقاوه افون و ابخي لو فيرب دونك حنايا نروحوا للسؤال تاعنا او فيفي لا بيتيت في Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une petite fille qui avait des cheveux violets. La petite fille vivait dans un pays lointain. La petite fille. Petite fille. P
pays lointain. هذه لوينتان هاي لك. دوك حنا نروحو للأسئلة اللي بعدها. Relève du texte de mots de la même famille. معناتها يستخرج من النص كلمتين من la même famille. يعني من من نفس المجموع يعني نفس العائلة. عندنا il y a bien longtemps. عندنا قلكم texte il y a bien longtemps dans un pays lointain. حنا درنا la liaison. Vivait une petite fille qui avait des cheveux violets. Tout le monde se moquait d'elle. Un jour, elle s'allonge au pied d'un arbre et se met à pleurer. Donc, on a dit que tu as oublié, on a deux mots de la même famille. Il vivait une petite fille qui avait des cheveux violets. On a dit que tu as oublié les mots de la même famille. Kalimat nafs al-a'ila. هما اللي عندهم لو ميم راديكال كيما حنا نقولوا زعما نعطيكم ان اكزامبل عندنا زعما زغدة وعندنا جارديني عندنا جاردة عندنا جارديني هنا رانا نشوفوا باللي جاردة عنده نفس هنا نشوفوا هنا جاردة مبرزنا اي او ار Mais il y a le radical, un do, le même radical. Alors, comme tu vois, il y a le même radical. Hein? Jardin, jardin. Bac, il y a des quelques lettres, mais je vous dis jardinier, je vous dis isme, il y a le jardin, jardinier. Hado, ma aile, كلمات نفس العائلة. كحنا le champ lexical. عندنا لا ديفيرونس انتر لا ديفيرونس انتر لي مو دو لا فامي لو شون ليكسيكال لو شون ليكسيكال هو كلي مجموعه الحقل المعجمي يعني يحتوي هو ما فيش لو ميم راديكال مي زعما نقولوا لو بيرو لو ستي زعما نقولوا ليكول ليكول واش فيه فيه يعني عنده مجموعة فيه لو بيرو فيه لي كلاس فيه لي طابل فيه لي شيز هذا هو لو شون ليكسيكال كيما راكم تشوفوا هذه هي لا ديفيرونس انا نعطيكم اكزامبل قلنا ليكول لي كلاس لي طابل اكسيتيرا باش ما نطولش عليكم دوكا نروحوا الأسئلة تاعنا قالوا لنا نكملوا مع لي مو دو لا ميم فامي كان هنا كشمو دو مو دو لا ميم فامي عندنا بلوري سودان دي سنتين دو بوتيت فلور سورت دو تير اي بارفوم سي شوفو دوبوي سو جور لا فيات سون سي بون que toutes les filles sont jalouses d'elle. Là, tout cas, je vous oublie, là, qu'est-ce qu'ils mettent en rendant la même, ce sont des mots de la même famille. Où je ne vois pas. Donc, là, il y a Andena, je vous oublie. Andena la fillette ou Andena les filles. Il y a ma colonne la fille. La fille pluriel. Andena la fillette ou Andena la fille. راكم تشوفوا دوك حنايا نروح قبل عندنا لا فيات وعندنا لا في هنا دوكا لا في ولا فيات ما عندناش ميم راديكال شوفوا هاي لك لا في عندنا نحو دوك هذه عندنا اف I double L يعني دوزل E عندنا F I double L E عندو لو ميم راديكال هادو سو سون دي مو دو لا ميم فامي هادي حاجة سهلة
عندهم تشوفوا عندهم نفس الحروف، ما عليش نفهم ليش مثلا راديكال، روحوا شوفوا عندهم نفس الحروف كيف كيف يعني متبعين اف مع اي بعد مراها ال بعد مراها ال بعد مراها او روحوا ديالكم وديروا هادو سون دي مود. انا ما فاهمي كلمات من العائله كلمات عندهم نفس العائله. دونك هنايا نروحوا نكتبوا في السؤال تاعنا عندنا قالوا لنا في وعطاونا فيات كما راكم تشوفوا. دوكا نروحوا للسؤال اللي بعده واش قالوا لنا. مي لي فراز سويفونت ا لا فورم نيجاتيف، معناتها حنا دوكا عندنا اون فراز لا فراز سويفونت باسكو عندنا اون سول فراز تولي لا فراز سويفونت ا لا فورم نيجاتيف، معناتها ديرها ف حنا دوك على فورم نيجاتيف نعرفو بلي سلبي او سلبيه، مي نيجاتيف هنا كنا نرجعوها على فورم نيجاتيف نرجعوها يعني معاكسه، نرجعوها نيجاتيف نرجعوها يعني معاكسه او ضديه، زعما تكون هذه الكلمه تكون يعني عكس هذه الكلمه الاخرى. دوك نقول لكم مي لا فراز سويفونت على فورم نيجاتيف، ضع هذه الجمله في كما قلت لكم هي في النوع السلبي لا فورم الجمله السلبيه. شوفوا لي فلور بارفيم لي شوفو دو لا بوتيت في، لي فلور اللي هما الازهار بارفيم يعطر يعطر يعطرن لي شوفو دو لا بوتيت في. دونك نتوما واش ديروا في هذه لا فورم نيجاتيف؟ شوفوا عندكم برك حاجه ديروها واش تروحوا ديروا، اكتبوا هذا لي فلور هما السوجي هما الفاعل لي فلور سوجي والفاعل والذي يقوم بالفعل هما اللي عطروا لي شوفو دو لا بيتيت في. لي فلور نكتبو سوجي نورمال، لي فلور نكتبو سوجي نورمال نعاودو نكتبو هو الاول. بعد واش نديرو عندنا مور سوجي دائما يجينا الفعل، واش نديرو له هذاك الفعل؟ لو كان شفنا بلي الفعل يبدا بفوايل واش نديرو؟ نديرو هكا لو كان زعما شفنا بعد نقولو لو فيرب اشيتي، لو كان شفنا يبدا بفوايل ا او اي اي او ايغريك واش نديرو؟ نديرو ان ابوستروف اول حاجه. مي لو كان شفنا لو بلوتو لو فيرب يبدا بكونسون بي سي دي بي اكسيتيرا واش نديرو؟ نديرو ن، هذه هي الخطوه الاولى. زعما نقولو نروحو لو فيرب بارفيمي، لو فيرب يعطر بارفيمي، بعد موراها واش نديرو؟ مور ن ولا ان ابوستروف نديرو با، دي مور الفعل توجور مور الفعل با. عندنا با عندنا بلو هذو اللي استعملوهم بزاف، عندنا ن با ن بلو اكسيتيرا. عندنا هنايا بارفيم عندنا كيف كيف نستعملو با ولا بلو، حنا تستعملو بزاف نتوما تستعملو با، بعد موراها ديراكتومون روحو ديرو با با ا بي ا اس توجور مور الفعل قبلو ديرو نو كيكون كونسون وموراه ديرو با، كيكون فوايل ديرو ان ابوستروف باسكو الفوايل فوايل ما يخطوكم يتلاقاوش وديرو مور الفعل ديرو با. هذا ما كان دوك حنا واش يولي عندنا الفيرب بارفيم درنا هذا وين يولي؟ لي فلور نروحو نكتبو حنا عندنا كونسون هنا عندنا بي نكتبو ن بارفيم علاش نديرو موراها قلنا نديرو با بارفيم با ن بارفيم با لي شوفو دو لا فيات بلوتو دو لا بيتيت في. كيما راكم تشوفوا لي فلور ن بارفيم با لي شوفو دو لا بيتيت في، شفتوا واش حاجه صعيبه. دوكا نروحوا للسؤال السادس واش قالوا لنا؟ قالوا لنا اكري لا فراز سويفونت او بلوريال، معناتها اكتب الجمله الاتيه الى الجمع او حول الجمله الاتيه في الجمع.
La petite fille avait des cheveux violets. La petite fille عندها شعر يعني بنفسجي. نضوك واش نقولوا؟ La petite fille avait des cheveux violets. حنا دوكا عطاونا لي حنا دوكا عندنا لي بتيت في افي هذا نحلوها بلوريال حنا رانا في لو حنا دوكا افي نعرفوا كاع باللي هو لو فيرب افوار ا لامبارفي نروحو نعرفوا مع بعض لامبارفي افيك لو فيرب افوار نتعرفوا مع لو فيرب افوار ا لامبارفي اول خطوه ديرو اكتيف كونجوغيزون روحوا ديروا في بغيون تاعكم كونجوغيو هذاك لو فيرب في الطون اللي مدوه لكم ومن بعد في الوقت اللي مدوه لكم ومن بعد روحوا كملوا على التمرين تاعكم باش دير لكم الامور مرتبه وما تخلطش عليكم لو فيرب افوار ا لامبارفي دوكا اول حاجه واش نديرو نروحو نكتبو لي برونو بيرسونيل تاعنا حنا واش قلنا لي تيرمينيزون ديال تاع لامبارفي شنو هما قلنا مع ج عندنا اي اس مع ت عندنا اي اس مع ايل عندنا اي تي مع نو عندنا اي او ان اس مع فو عندنا اي او زد مع ال افيك اس ال افيك اس عندنا اي او ان تي كيما راكم تشوفوا هادو لي تيرمينيزون عندنا تستعملوهم في توت يعني في تو لي جروب عندنا لو جروب لي فيرب دو بروميي جروب دوزيام جروب ثروزيام جروب عندنا دوزيام جروب برك نزيدو لهم دوزيس كيما قلت لكم في المراجعه اللي فاتت نعاودها لكم ان شاء الله عندنا لو فيرب افوار واش نديرو دوك حنايا حنا نحو هذا او اي ار يتنحى واش يولي ولي عندنا غير هذا الافي الاو البي ما باش نديرو نديرو لي تيرمينيزون تاعنا يولي جافي تو افي ايل و ال افي نو زافيون Vous aviez il avec s, elle avec s, avait a e e n t. هذا هو le verbe avoir à l'imparfait. حاجة سهلة مش حاجة صعيبة برك انتم تحفظوا قواعد يعني في le verbe être, le verbe avoir تعرف تحفظوا كيفاش يجوا نعطيكم ان شاء الله نعطيكم قواعد ولا قاعدات يجيكم بسيطة باش تستعملوها. دوك نروحوا نكملوا التمرين تاعنا واش قالوا لنا لا بيتيت في عطاونا لي سي بون قلنا لا في بلوريال تولي لي و ان و لو في بلوريال كيف كيف تولي لي و ان في البلوريال تولي دي و نكتبها لكم شوف عندنا لا و لو وعندنا ان و ان هذوك تشوفوهم ديراكتومون في بلوريال كيفاش يولوا يولوا لي لو ولا يولوا لي و ان اون ولو دي هادي حفظوها لا و لو يقولوا لي في بلوريال هادي في سانغولي وهادي في البلوريال في سانغولي في البلوريال في المفرد في الجمع في المفرد في الجمع كي يكونوا في المفرد يكونوا هكا في الجمع يقولوا هكا توجو هادي حفظوها حفظوها دوكا قولوا لا و لو يقولوا لي و ان و اون يقولوا دي دوك نروحوا حنا داروها لنا سي بون عندنا بوتيت في دوك حنا واش نديرو عندنا بوتيت عندنا او ا لا فان نروحوا ديريكتومون نديرو اس لي بوتيت كي تشوفوا عندنا ام على الاخر روحوا ديريكتومون ديروا اس في كي كي عندنا ام على الاخر نروحوا نديروا اس اس كيما راكم تشوفوا افي هنا دوكا لا بوتيت في لا بوتيت في بمن هو حنايا كي تشوفوا لا وسوجي واحد اعرفوا بلي ال باسكو فيمينا عارفو نستعملو ال سينغولي بس كاين برك لا بيتيت في فتاة صغيرة وحدها برك لو كان كاين لا بيتيت في اي لو بيتي غارسون ولا لا بيتيت في اي سا سور تولي
ال ابيك اس يعني الفتاه الصغيره واختها اللي في الجمع، انا رقم زوج قلنا في الجمع، يعني ادنى مع ادنى رقم هو 2 في الجمع. حنا توقعنا بيتيت في وحدها راهي في السنجلي تولي ال، لي بيتيت في حنا دوكا عندنا ال في بلوريال واش تولي ال ابيك اس، ال ابيك اس في بلوريال واش تولي ال ابيك اس في لامبارفي A V A E E N T. نروحو نكتبو A V A V A E E N T. A V دي شوفو فيولي كما راكم تشوفو لديها لديهم لي بوتيت في البنات الفتيات الصغيرات او البنات الصغيرات لديهم شعر يعني بنفسجي. ها دوكا درنا يعني الاختبار ولا النموذج تاعنا. بالنسبه للوضعيه الادماجيه اعزائي التلاميذ راح نديرها لكم، راح نديرها لكم وحدها، ندير لكم فيديو وحدها يعني باش نديرها لكم بطريقه بس نفهمها لكم بالتفصيل. دوكا باش نطول عليكم بس الفيديو من حبيت ما نحبش نطول فيه، درت لكم هذا النموذج وحده. الوضعيه الادماجيه ان شاء الله نبعثها لكم موراه، انتظروني ولا